خلال الفترة الأخيرة كان في تقارير صحفية كتيرة جدا بتقول إن نادي الزمالك عايز محمد إسماعيل، وفي نفس الوقت كان في تقارير صحفية بتقول إن كولر معجب بمحمد إسماعيل. هل الأهلي أو الزمالك تفاوضوا مع نادي زد أو تفاوضوا مع محمد إسماعيل ولا لأ؟ كلام كتير على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، محدش من الأهلي والزمالك تكلمني أو تواصل معايا، بس وكيلي بلغني إن الأهلي والزمالك متابعيني. في الأول وفي الآخر في نادي زد القرار بيد الإدارة والكابتن مجدي أكيد، إنك مرتبط بعقد وملتزم بعقد 3 سنين مع نادي زد، وأكيد اللي شايفينه وأنا يعني أنا معاهم. لو جالك يعني مجلس الإدارة في نادي زد بلغك وقال لك دلوقتي يا محمد إحنا معانا عرض من الأهلي وعرض من الزمالك، هتروح لمين؟ هو يعني هيبلغني الاتنين؟ آه الاتنين جملك دلوقتي. أكيد أكيد اللي هو شايفه بالنسبة له أصلح النادي. النادي حلو، هيقول لي النادي ده تمام. عشان هو اكيد يعني بالنسبه له الموضوع هيكون مختلف عن وجهه نظري يعني للنادي. اكيد يعني انت بالنسبه لك اللي هيبقى افيد للنادي ماديا هتروح، لان النادي هو المتحكم فيه، انا ملتزم بعقدي مع النادي. أوكي. فهو اللي هو في الاول وفي الاخر هو صاحب القرار.